مجرد إجاها الطفل بخير وسلامة، بتشوف كيف رح تصير رابطتكن أقوى بكتير. بس هاي المرة أنا رح سامح أبوك. تعرف؟ أبي أنا بقصد إنه جدك أشوك كان دائماً يقلي إنه الحب والاهتمام أهم شي بهاي الحياة، والرابطة يلي منمرق فيها لازم نتعامل معها بكل حب واحترام، ومو مشكلة لو كنا عنيدين شوي، بس ما بيصير نتخلى عن الرابطة أبداً. لهذا السبب أنا رح سامحه، مع إنه جرحني بس ما بدي أتخلى عنه بهي السهولة. رح أسكر على الموضوع وأتجاوز هاي القصة وأنسى كل شي صار. حبيبي كأنك عم تحتفل ولا بس عم بتغني هلأ؟ أنا بعرف إنه نحن عيلة، وأحلى عيلة كمان. هلأ لازم قلك شي، عيلتنا دائماً بتحب تكون فرحانة ومبسوطة على طول. والمفروض بهاي اللحظة نتصل بأبوك فوراً ونقله تعال بسرعة خدني أنا وابني مشوار، وعزمنا على شي مطعم ناكل لأنه جعنا، وبعدين ناكل بوزة. مبسوط؟ خليني اتصل بأبوك. في مكالمات كتير من أبوك. بتعرف إنه أنا ما كنت بدي سامح أبوك نهائياً، بس رح سامحه لأنه اعترف بغلطه. ساعدوني! ميت! حبيبتي بتمنى من قلبي انك تكوني بخير. طولي عليكي يا حبيبتي. يا شباب يلا يا شباب.